ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نلعب لعبه ماينكرافت. والنهارده بقى انا عامل حاجات اسطوريه جدا اسطوريه. عارفين انا مطور الاكس بتاعي، البيجاكس قصدي، عارفين يعني بيضاعف الحاجه اللي بياخدها. لما انا كنت بغامر كنت بلاقي دايموند وبغطي بده، الاقي الحاجات بتضاعف جميل. تبقى جربوا في الفحم، بصوا مش كانت 7 بقت 9. يلا انا قد 10 كده، 10 هي دلوقتي 13. حلو اوي، بيضعف في الحاجات مش تضعيف، تضعيف صح يعني 17. شايفين يعني حاجة اكتر حاجة حبيتها في التطويرات. والسيف ده بقى عارفين بيعمل ايه؟ عايز خندير مثلا، عايز خندير فهم اطوره، اخد تطوير بس حلو قوي، حاجة حلوة، حاجة حلوة قوي. ده وانا بغامر يعني لقيت دايما بلاقي بقصته اضعاف. اوريكم انا كان بقى معايا كم، انا خدت في المغامرة كده 49 من الاضعاف. واو 57 في دولة بس، ايه الجمال ده؟ يعني احلى حاجة. ده بقى كان بيت ستيفن اخويا. الزومبي دول حلو قوي. يلا نخش النظر. نسيت اوريكم حاجة. ايه ده؟ متطور اول مرة اشوفه متطور. مجربوليش. عارفين بقى انا كنت باخد في النظر قد ايه فلوس؟ جولش باخد في النظر قد ايه. دول بقى كانوا ده كان متطور جامد قوي حلو من القرويين. القرويين اللي فوق قلتهم دولا قالوا لي تخلص 22 كده بتاع الاكتر ده اللي كان امرولد 22. انا كان معايا 64، 22 امرولد. وتاخد ده بقى فيه تطور اللي هو يعني وقت ما يكسرش بسرعة يعني. فاخدته والرجل ده بقى انا صنعته بنفسي عادي يعني. حاجة حلوة اول وبيحط بقى خد امرالد بمقابل مثلا لحمة او حاجة زي كده، يعني حاجة جميلة. ما يعرفش زي مثلا معي 7 لحمة خنزير هيضاعفها، هتكون كام بقى؟ 12 5. دي كنت اجيبها المال النهائي. نخش النظر، عملها بعيد عني علشان لما احطها في حته كده هنقلها. يلا انا كنت في النظر كنت بحير بدولة من بعد. لما كنت بقى في النظر كنت باخد
دي من دولة. تجرأ. حلو قوي، انا بعرف انشد مش كده. خدها خدها اتش. استنى بس نستفاد بدي يعني. واحد تاني ابن اللذينة. انت كلهم هيجموا عليا بس مش مشكلة، عايز اخد سيوف. لا 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 لا، اتنين جايين عليا. ايوه اضرب ده، اضرب. ايه ده من الحدقة؟ لا 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 لا، هقع في النار. ده ينرفز يعصب. كل كل لا لا مش قرب له عشان ما يشوفنيش. اوه متطور. اه ده انت لازم تتاخد بالله. اضرب ايه ده؟ نرفزة. لا ده شكله يعصب يعني. ده غلس يعني، حاجة غلسة. ده بقى معاه متطور. حاجة حلوة. ومعاه متطور. حلو قوي، انت شاطر. انا مش عايزه اخلص لاني قليل معايا قليل. شايفين ازاي من بعد؟ راحة. انا خلاص زروعي بتبوظ. ده اكتر حاجة بكرهها في النظر، انديل النظر ده. قرب يا خلاص. اربعة تكف معايا اخيرا. لا لا لا، خدي خدي خدي. يا جماعة اتطفت. طب انا حتى معيش اي حاجة. يا رب. طب اعمل ايه؟ مستحيل خلاص، لو حاجة على كده انتهت. يا رب يا رب ما عدني مكفولها. حلو قوي، وكمان صدتها. تطور ده جميل. عشان محدش يجي يهجم عليا. هتهجم ولا ايه؟ طيب خد. ايوه طب نخش بقى زي الموضوع. اخلي ملان هي. ما بحبش اقعد
تساعدني كده لما لا نهاية دايما. لازم دايما تكون معايا الحاجة دي وانا داخل النظر، لازم. دي كنت بحذفها متطورة، كنت بحذفها وانا بضرب. تخيلوا خدنا 4 سيوف او سيفين، يعني لما كنا بنروح. لا، يعني خدنا سيفين. ما لا، وكمان متطورين. فيلا نخش. وبصوا يا اصحابي، انا هقف لحد هنا، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب عشان نوصلكم كل جديد. يعني لايك وسبسكرايب بس، يعني عشان نوصلكم كل جديد مني، يعني مش محتاج لايك وسبسكرايب. فيلا سلام.